المتطوعين اللي في النادي، اللي هي لجنة الرواد ولجنة المسؤولية المجتمعية ولجنة الشباب ولجنة المرأة. فده كان برضو في مدينة نصر، قعدنا نطرح فيها مناقشات حوالين اللائحة، وكمان هنبتدي في مع كل لجنة على حدة استقبال مقترحاتهم اللي هي ناتجة عن احتكاكهم بكل لجنة في اختصاصاتها. فطبعا ده موضوع كبير جدا عشان نبقى غطينا أكبر عدد ممكن من أعضاء الجمعية العمومية بالاتصال المباشر معهم. خليني أقول لحضرتك إن الورقة اللي كانت على الشاشة حالا واللي احنا معانا كمان أنا وحضرتك نسخة منها، الحقيقة هذه مجموعة من مقترحات السادة الأعضاء اللي تم صياغتها بين الصياغة اللي موجودة في المشروع في المسودة وبين المقترح للتعديل. يعني الحقيقة بدءا من مادة السادة الأعضاء، يعني لو الزملاء الحقيقة مشكورين، ده النموذج الحقيقة اللي بيصل من السادة الأعضاء، وبعدين الزملاء في الإدارة اللي بيساعدوا اللجنة بيحطوا النص الأساسي اللي في اللائحة، ثم اللائحة البند أو النص المقترح تعديله بيتم دراسته، وحضرتك هتحكي لنا بقى ورجعه للقانونيين لمدى مطابقته بالدستور القانون بالميثاق الأولمبي. إيه اللي حصل النهاردة في اجتماع اللجنة دكتور مهند؟ طبعا هو اللي حصل إن مجموعة المقترحات اللي احنا كنا بنناقشها النهاردة في اللائحة هي تعتبر مرحلة تانية من التغيير. في مرحلة أولى تمت من التغيير عبارة عن 6 أو 7 مواد من مشروع اللائحة، صحيح، تم واللي كان عليهم أكثر تعليقات من أعضاء الجمعية العمومية، أكثر من 75% من التعليقات كانت على 6 أو 7 مواد.